بناء على توجيهات معالي السيد وزير الموارد المائية والمتابعة الحثيثة من قبل المدير العام لهيئة التشغيل، قام كادر شعبة الموارد المائية في الفلوجة وبإسناد كافة كادري المديرية بإجراء حملة كبرى لرفع التجاوزات الحاصلة في منطقة النساف والتي تخص الأقفاص العائمة، ولقد وجدنا وقد رفعنا العديد من هذه الأقفاص وأبلغنا وأنذرنا ما تبقى العدد القليل منها لرفعها خلال فترة وجيزة، ولقد لقينا التعاون الجيد من قبل الأهالي وأوعدونا برفع كافة التجاوزات بأقرب وقت ممكن، وستستمر هذه الحملة في جميع قاطع مديريتنا. المهندس أحمد منصور عبد الرزاق، شعبة الموارد المائية في الفلوجة.